القلوب وإسعاد للنفوس. فيا أيها المسلم، حق لك أن تفرح بما من الله عليك من لذة الطاعة وأسبغ عليك من نعمة الهداية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيا أمة الإسلام، أدخلوا على أنفسكم في أعياد الإسلام البهجة والسرور والسعادة والحبور، وهكذا كل يوم لا يعصي الله فيه المسلم فهو بهذه المثابة. من مقاصد العيد تقارب القلوب ونشر المحبة والمودة بين أبناء الإسلام، فتبادلوا السلام والتهاني وابذلوا لهم الدعاء والتهاني. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا انشروا في كل لحظة وحين لبعضكم البشاشة والطلاقة والرحابة، وأظهروا لأنفسكم الابتسامة والوضاءة، وتعارفوا بكل معنى جميل وكل فعل نبيل. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: